عند اسماء من الصويره. الو. انا اختي. صباح الخير. صباح النور اسماء. مشكوره بزاف على هذا البرنامج. بارك الله فيك. مرحبا لك. على هذا البرنامج. الحمد لله بخير. الحمد شكرا لله. شكرا بزاف. الله يبارك فيك. ممكن نشارك معكم؟ ايه تفضلي. ايه عندي جوج بيضات. جوج ديال البيضات. ايه. واحد فاني. واحد فاني. واحد خميره د الحلوه. ايه. ست معالق تاع الزيت. ست معالق تاع السنيده. صد معلق ديال الزيت وصد معلق كبار ديال السنيده. اييه. صد معلق الليمون. صد معلق تاع الدقيق. اييه. نعملوها صمون دائري داك اللي كيتحل من جنان. وهي ما يخلوهاش الناس تطيب بزاف حيت تبغي كطيب خفيفه. اييه. تخليط الاول نصف لتر حليب. ثلاثة معلق السنيده. ثلاث معالق تاع ميزينه. للاسف ما كنسمعوكش مزيان اسماء، الا سمحتي عافاك نعاودوا المقادير لانه ما تسمعوكش مزيان. نعطيك المقادير الزيت. واخا. اي جوج بيضات. واحد فاني. اي واحد فاني. واحد خميره د الحلوه. اي خميره واحده د الحلوه. ست معالق تاع الزيت. ست معالق كبار ديال الزيت. ست معالق كبار ديال السنيده. ست معالق كبار ديال السنيده. ست معالق كبار ديال الليمون. ست معالق كبار ديال عصير ديال الليمون. الليمون. ست معالق كبار تاع الدقيق. ست معالق كبار ديال دقيق الفورس. اييه. وكنعملوها صمون دائري. اييه هادي ندهنوا المول وكطيب عاديه العجين ديال الكيك. اييه باقا. الخليط الاول. اييه الطبقه. الطبقه الاولى نصف لتر حليب. نصف لتر د الحليب. ثلاثة معالق السنيده. ثلاثة معالق كبار ديال السنيده. ثلاثة معالق كبار ميزينه. ثلاثة معالق كبار ديال النشا. اييه. كنخلوها حتى تطيب مزيان. متعقد. وكنخرج ديك الكيك وكنعملو فوق منها وكنعملوها في الثلاجة. اييه. حتى كتشد مزيان. ومن بعد كنصوب الخليط الثاني. اييه. الخليط الثاني كنحتاجو الليمون. الليمون على حسب الكمية اللي بغا الشخص. واخا عصير الليمون. ثلاثة معالق السنيدة. اييه. جوج فلون فاني تاع الليمون. ومن بعد تنخرجوا داك الخليط اللي درنا الاول وكنديروا فيه الخليط الثاني كنخلط فوق منه. كيكون قبض راسو شويه في الثلاجه. اييه. ونصبوا عليه الخليط ديال الليمون مع الفلون. ومن بعد كنعاود عاود ثانيه في الضوال الثلاجه. اييه. حتى كتشد شي شويه ومن بعد بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك. ومشكوره بزاف بزاف على هذا البرنامج. العفو. واخا ندير واحد التحيه قصيره اذا كان ممكن. واخا تفضلي. كنشكرهم بزاف بزاف.